عمرك سألت نفسك لما بتتفرج على اتنين نيتيفز بيتكلموا مع بعض ما بتفهمهمش ليه؟ طيب لو بتتفرج على فيلم بالانجليش وفي حاجات كتير بتفوت عليك، السبب ايه؟ من ضمن الاسباب الاساسية ان النيتيفز او متحدثين اللغة الاصليين بيقصوا الكلام يعني. فالنهاردة بقى انا هعلمك ازاي تقص الكلام يعني عشان تسمع احسن وتتكلم كمان اسرع. يلا بينا. اول حاجة معانا I'll go دي معناها انا سوف اذهب او هروح في حتة معينة مثلا. دي اختصار ل I will go. شفت؟ I will go but I'll go. I'll go to the movies today. هروح السينما النهاردة. I'll go. Better than يعني افضل من، لان انا عاوز اقول ان انا افضل منك. فهقول I'm better than you. Better than ممكن اختصرها ل better than. I'm better than you. Have to يعني مضطر إلى أو لازم أو يجب، اختصارها have to. فبدل ما تقول أنا مضطر إن أنا أذاكر مثلا I have to study، بنقولها I have to study. ركز معايا، الكلام ده بفلوس والله. I have to study. حاجة معانا وبصراحة المفروض كنت احطها في الاول بس احنا صورنا خلاص، هي of. دي اهم حاجة او اهم كلمة بتتقص في الامريكان انجلش وفي البريتش انجلش كمان، ولازم تبقى عارفها. of بتبقى بنشيل الاف، وبتحصل في كلمات كتير جدا زي care of. okay take care of يعني ياخد باله من. هديك مثال I will take care of you. هاخد بالي منك. بدل ما نقول take care of you بنقول take care of you. Care. I'll take care of you. مفيش F. A lot of يعني الكثير من. فبدل ما تقول مثلا في ناس كتير في الشارع there are a lot of people on the street بنقول there are a lot of people on the street. There are a lot of people. A lot of people on the street. عندنا كمان some of وغيرها كتير، بس some of عاوزين نقول مثلا بعض الطلبة، فبدل ما نقول some of the students نقول some of the students. بنشيل الاف. enough هي اختصار ل enough، فبدل ما تقول لواحد ده كفاية تقول له that's enough، بسرعة بنقولها that's enough. أو مثلا عاوز أقول أنا عندي مية كفاية، بدل ما تقول I have enough water. كفاية. في كمان expression تعبير let's go يعني يلا بينا نمشي. دي بتختصر ل let's go. بدل ما نقول let's go بنقول let's go to the club. خلينا نروح النادي. let's go. عندنا كمان it's بتختصر ل is بس، يعني مثلا لو انا عاوز اقول لك it's a good car دي عربية كويسة، بشيل it وبسيب الاس بس وبقول لك ايه it's a good car. تمام. وهات بقى اي صفة بعد it's، عاوز اقول لك مثلا ده من الممكن حدوثه، فبدل ما اقول لك it's possible اقول لك it's possible. والحتة دي بالذات مش هتسمعها في اي حتة تانية غير في الفيديو دوت. عندنا كمان perhaps معناها من المحتمل، ودي بتختصر او بنقصها ل perhaps. يعني مثلا لو انا عاوز اقول tomorrow I'll come perhaps، ممكن اجي بكرة من المحتمل مش عارف. اوكي. او probably كمان معناها من المحتمل، ودي اختصارها ل probably، او ممكن تختصرها بسرعة خالص ل probably. فتقول مثلا ايه probably، لو احنا هنقولها براحة هنقولها probably he went home، بس بسرعة هنقولها ايه probably he went home. بالاضافة كمان لبعض الحاجات المعروفة زي want to اللي هي يريد بتبقى wanna، فبدل ما اقول I want to drink بنقول I wanna drink. going to بمعنى سوف والاختصار بتاعها جانا، فبدل ما اقول I'm going to travel انا سوف اسافر بقول I'm gonna travel. عندنا كمان because اللي هي لان، الاختصار بتاعها بيبقى cause. يعني مثلا ايه I love English cause it's fun. I love English cause بدل because it's fun. اخر حاجة معانا ودي حلوة جدا 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 didn't. دي بنستخدمها عشان ننفي بيها الافعال في الماضي والاختصار بتاعها او بنقصها ل then. فمثلا لو انا عاوز اقول
أنا ما خرجتش امبارح. بدل ما أقول I didn't go out yesterday وابقى بطيء قوي أقول I didn't go out yesterday. I didn't go out. I didn't go out. عندي لسه اختصارات كتير جدا صدقني ممكن نعمل بيهم 3 4 5 حلقات هيفيدوك كتير جدا وهيحسنوا الاستماع عندك وكمان النطق. اعمل شير، اعمل لايك، وان شاء الله هننزل بقية الحلقات دي. شكرا.